نعود مرة أخرى إلى البورصة المصرية، ومعنا دائما مينا بشرى مراسلنا من هناك. أهلا بك مينا. ارتدادات قوية جدا وانخفاضات بأرقام كبيرة بعد صعود بالأمس، ما الذي حدث أيضا؟ نعم، ولا بالفعل مؤشرات البورصة المصرية منيت اليوم بخسائر جماعية لكافة المؤشرات، على الرغم من أن مستهل تعاملات اليوم كانت جميع المؤشرات مستقرة داخل المنطقة الخضراء، ولكن خلال النصف الثاني من الجلسة وبفعل عمليات بيعية مكثفة من قبل المتعاملين الأجانب والمصريين دفعت به جميع المؤشرات إلى المنطقة الحمراء بختام التعاملات. وبالحديث مع بعض المحللين ومنفذي العمليات أن انسحاب أو القرار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خيم على أداء البورصات العالمية والعربية والمصرية بالطبع، لتتراجع كافة المؤشرات إلى المنطقة الحمراء بختام التعاملات. المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 تراجع بنسبة بلغت 1.99% ليصل المؤشر إلى مستوى 17490 نقطة عند الإغلاق. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني تراجع أيضا بنسبة بلغت 1.40% ليصل المؤشر إلى مستوى 861 نقطة عند الإغلاق بفعل العمليات البيعية من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بنسبة بلغت 1.99% ليصل المؤشر إلى مستوى 2225 نقطة بفعل استمرار أيضا الضغوط البيعية من جانب صغار المتعاملين. أما بالنسبة لفئات وجنسيات المتعاملين اليوم، فالبداية مع المتعاملين المصريين، نسبة الاستحواذ بختام التعاملات وصلت إلى 79.27% وبصافي بيع تجاوز 43 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين العرب، فنسبة الاستحواذ بختام التعاملات وصلت إلى 9.64% ولكن بصافي شراء تجاوز 243 مليون جنيه. أما بالنسبة لأداء المتعاملين الأجانب اليوم، فنسبة الاستحواذ بختام التعاملات وصلت إلى 11.9% وبصافي بيع تجاوز 200 مليون جنيه. أما بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات اليوم، فبالنسبة لأداء الأفراد قد سيطرت العمليات البيعية على أداء الأفراد اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 56.73% في مقابل سيطرة العمليات الشرائية على أداء المؤسسات بنسبة استحواذ وصلت إلى 43.22%. أما بعد ذلك بالنسبة لأداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فالبداية مع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم مصر للفنادق بنسبة صعود بلغت 8.33%، وفي المرتبة الثانية جاء سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة صعود وصلت إلى 8.27%، تلاه بعد ذلك في المرتبة الثالثة سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة صعود وصلت إلى 7.20% صعودا، جراند انفستمنت القابضة في المرتبة الرابعة بنسبة صعود وصلت إلى 6.17%، وجاء في المرتبة الخامسة جلوبال تيليكوم القابضة بنسبة صعود وصلت إلى 5.69%. أما بالنسبة للقائمة الثانية وهي الخاصة بالأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم دايس للملابس بنسبة تراجع وصلت إلى 7.85%، جي بي أوتو في المرتبة الثانية بنسبة 7.15%، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في المرتبة الثالثة بنسبة 5.55%، الألومنيوم العربية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.14% تراجعا، أوراسكوم للتنمية في المرتبة الخامسة بنسبة 5.8% تراجعا. نعم. أما بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فمعظم القطاعات استقرت داخل المنطقة الحمراء تأثرا بالأداء السلبي العام لجميع مؤشرات البورصة المصرية، ولكن بالنسبة لأداء القطاعات من حيث قيم التداول، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع الخدمات مالية بقيم تداول تجاوزت 292 مليون جنيه،
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 157 مليون جنيه. نعم مينا. تلاه بعد ذلك قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 125 مليون جنيه، وجاء في المرتبة السابعة قطاع المنتجات منزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزت 47 مليون جنيه. نعم بشكرك، دهمني الوقت طبعا، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من مقر البورصة المصرية. مينا بشرى شكرا لك مرة أخرى.